إيش سر اختيار بعض الناس للشر أو تظاهرهم فيه وتكون أرواحهم خيرة؟ ممكن الغاضب، ممكن الغاضب يعني كذا، يعني أوه واو، جيك واحدة كذا غاضبة، شوشتها طايرة، عيونها طايرة، مشمرة كمامها كذا، تقولين أوه بسم الله الرحمن الرحيم، شيطان يعني شيطان رجيم، وهي طيبة وش حليلها يعني. ثانك يو روثانا. بس هو هذا هو السؤال، وهذا سؤال مهم يجب أن نسأله لأجسادنا المشاعرية، أنه ليش أنا أحب أعبر عن نفسي بالغضب؟ في الغالب تلقين هذه هي الطريقة اللي وصلت لها في التعامل مع الناس، أو الصحيحة، أو النتيجة اللي وصلت لها حتى هذا الوقت، ها نتيجة التطور اللي وصلت لها. متزوجة، رجل متزوج وهو طيب وكل صفات الرجولة فيه عادل، بس كلام الناس يضايقني، وش الحل؟ كيف أتخطى كلامهم؟ أفا عليك، أفا عليك، أنت الحين متزوجة زوجة ثانية وتسأليني كيف أتخطى هذا الكلام؟ أنت يوم اتخذتي القرار ما سألتي نفسك هذا السؤال؟ ما سألتي نفسك هذا السؤال؟ الزوجة الثانية عندها وعي جمعي، محطوطة في البلاك ليست، محطوطة في البلاك ليست، تحاولين ما تحاولين، إذا أنت مقبلة أنك تكونين زوجة ثانية لازم تفهمين هذا الموضوع. هذا موضوع مخلصين منه، مثل المشهور اللي يدخل الشهرة مخلصين أنهم بينتقدونك، بينتقدونك، مخلصين هذا الموضوع. تيجي تقول طيب هم ليش ينتقدون؟ مخلصين الموضوع هذا خلاص، هذا جزء من طاقة الشهرة، أنك أنت لازم تعرف هذا الموضوع، بس متى تتعامل، متى كذا، متى تسوي كذا، متى تكلمنا عنها في طاقة الشهرة. نفس الشيء زوجة ثانية، مخلصين الموضوع، وعي جمعي يعني ما تقدرين تحلين انت كفرد، ما تقدرين تحلين كفرد. الموضوع انه انت ما تعطين قيمه للكلام، بس الكلام قد يستمر، والافكار تستمر، ووجهه النظر تستمر. انت من جوا لازم انت تعدلين هذا الموضوع، اشتغلي على العار، ابداي بالعار. هل قدره الانسان على التلاعب بالغير هو فهم غير واعي لاسرار البشر؟ اشعر انه سهل التلاعب بهم مشاعريا، جدا جدا تلاعب البشر، ما هو صعب، النرجس يسويها، ما هو صعب، ما هو صعب. لكن وين القصة؟ القصة انه في ناس تهتم بهذا الموضوع فتشتغل، وفي ناس هي خبيثة فتستفيد من الموضوع. بس فيه جزء لا بأس فيه من البشر، هم يعرفون موضوع غسيل الدماغ ويعرفون التلاعب، لكن في نفس الوقت يكون عندهم ضعف فيسقطون. وضعفهم ايش؟ ضعفهم ايش؟ ضعفهم خوفهم وحبهم، ضعفهم خوفهم وحبهم. فما تخوفهم انت تضمن انك انت تلعب بدماغهم، ولما تدخلهم قصة حب تضمن انك تتلعب دماغهم. ولا وش يخلي المهبولة قاعدة وفي رجال يجلدها كل يوم، يجلدها، ينتفها تنتيف، ليش؟ طافي اللمبة صح ولا لا؟ ليه؟ تعتقد انها تعيش قصة حب، تعتقد انها تعيش قصة حب. ففي ضعف عند البشر، عندهم فهم فكريا، عندهم فهم يفهمون، بس مشاعريا عندهم ضعف، يجي الخوف يعمي كل الفهم والفكر والمعلومات وال امس كانت معانا واحدة اذا تذكرون، قالت أعرف طبيب جراح، مرتين أهلها يطلقون لها زوجاتها. Thank you. مرتين، مرتين يطلقون زوجاتها. فتقول أوه واو، هالعقل وهالجسد الفكري وهالفهم وهالذكاء وهالمع، وفي الأخير جسد المشاعري جسد طفل. كيف 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 يطلقون؟ كيف مرتين يعيدون القصة هذه؟ مرة نعديها، مرتين، مرتين يطلقون زوجاتها، مرة غريب صح؟ فهذول لهم، هم فاهمين، هم عارفين، هم يقدروا يفهمون. ادخلي في تويتر أفهم ناس شيء، كل واحد فاهم، كل واحد يقول رأيه، كل واحد يقول فلسفته. فراشة منفوشة إذا تكلمت أوه ماي جاد، بعدي عن طريقها. فراشة منفوشة إذا تكلمت يعني شيء شيء، كلام كلام كلام، درر، شيء رائع جدا. بس في النهاية فراشة منفوشة لا تستطيع أن تكتب اسمها الحقيقي. شوفي شوفي،
ترى تناقش دكاترة في السياسة وفي علم الجرائم، تناقشهم تقولهم كذا وصح وغلط، في النهاية لا تستطيع أن تكتب اسمها الحقيقي، ما تستطيع تطلع وجهها وتكتب اسمها الحقيقي. هذا لا، هذا خلطتهم، هذا خلطتهم، قوة فكرية وضعف مشاعري. فلما يجيك شخص هو قوي فكريا وبرضه متوسع مشاعريا، خلاص. طيب ناخذ سؤال محمد يقول: هل من أسرار البشر إنه الناس ممكن يعجبها شيء تنقص منه بس لأنهم ما حصلوا عليه، ومرات يدعوا العكس هم في الداخل نفس السيستم؟ ما أقدر أعممها على كل البشر، بس موجودة عند أشخاص اللي هم يعني ما يقدرون يعني يتعاطفون بطريقة جيدة. وبالعكس ترى يا محمد، مرات تلقى أشخاص يثنون على شيء غير جيد تعاطفهم مع الناس، برضو تلقى هالسذاجة، تلقى برضو هالسذاجة، تلقى يعني ناس تشكر يعني تثني وكذا، يعني يقولك إيش عشان يدعمونهم، عشان كذا موجودة بعد هاي السذاجة، يعني كل الوجهين هذا موجودين. مشكلتي أتعلق بأي شخص عابر وأعطي كل ما أقدر عليه. كل ما تقدرين عليه قصدك تعطيه من خزاناتك الفاضية، خزاناتك المضروبة. تقدرين تشتغلين على التعلق، وتقدرين تشتغلين على خزان الانتماء عندك، خزان مضروب. صديقتي تقول: هل من أسرار البشر هو عدم البوح بالاحتياج؟ أنا عندي مشكلة، لو كان في بالي. Thank you. 5 نجوم. أن عندي مشكلة، لو كان في بالي شيء معين فأقول غيري، يعني التقلب والمزاجية. ها 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 ها. أعتقد أنك شرحت المشكلة أكثر ما أنك عطيتها عنوان التقلب والمزاجية، بس أنت كأنك أنت تعبرين عن شخص ما يعرف وش يبغى. بس خليني أبغى أقول لك، أقدر أقول أنه أغلب البشر منافقين. إيه يس، you can tell بدون أدنى شك. ليه؟ بس خلنا نفسر لك ليش. ليش؟ لأنه أغلب البشر أجسادهم الفكرية عندهم مثلا إيمانات معينة، عندهم مثلا أفكار معينة، عندهم قيم معينة، بعدين لما تجي الجسد المشاعر ولها ما تنطبق، فتلقاه يقول شيء، يعتقد بشيء، يشعر بشيء. يقولنا يحب الله، هذا يقول جسد الفكري، هو مؤمن بهالشيء، بس هو يشعر بشعور آخر في الجسد المشاعري. فتقول انت خايف ولا تحب ولا مرتبك ولا تعبر ولا. واحد نصاب شيطان رجيم يقولك انا بحب ربنا وربنا بيحبني فهو يعني تقول الكلام شيء والتفكير شيء والفعل شيء والشعور شيء وكذا. وحده كاشفه طالعه تسب الكاشفات، اوه ماي جاد، وانهم هم يعني نسيت والله وش قال، بس انهم يعني سفلت فيهم كذا، انهم يعني عند ربنا برضو ما احب الصالحين ولست منهم وكذا. لغز. طيب يا انت ليش كاشفه؟ يهم انك كذا يعني تشوفين نفسك بهالرداءة الرديئة، يعني بهالرداءة، هالمستوى من الرداءة. فهم كذا، وعادي ترى متفاهمين على الموضوع، يعني موضوع مو مقلق، يعني تلقين السيدة تقول هالكلام يشكرون فيها الناس، يشكرون فيها انها يعني الحمد لله، يعني انها بس عادي عندهم انها طيب هي مسوية شيء وتقول شيء وتعبر عن شيء يمشي معهم، يشتغل الموضوع معهم، يشتغل عادي، يشتغل الموضوع. Thank you. هذا اللي يخلي مرات انه ممكن انك تتعود على هذا السيستم، تتعود على هذا النظام، نظام النفاق، تتعود انك انت مؤمن بشيء بس تشعر بشيء اخر، تقول فكرة بس الفكرة صدقا ما تطابق شعورك. حبيبتي انت يعني انت تقول فكرة بس الفكرة لا تطابق شعورك، ما تطابق شعورك. وهم ترى هو ما ينتبه، يعني لو تقول انت تكذب، طيب هالفكرة هذه فعلا حقيقة؟
ما ينتبه هو يحس انه صادق، يحس انه صادق. ترى الصدق مرتبة عظيمة جدا، مرتبة عظيمة جدا، بس البشر صعب عليهم المرتبة هذه.